متابعينا مرحبا بكم فهاد من مدينه مراكش ومع الجمعوي السابق المثير للجدل سي بوشعيب من جامعه حربيل مراكش. سي بوشعيب متابعينا اللي معروف بالخرجات ديالو الاعلاميه المثيره بحكم انه عنده ملفات خطيره على بعض الشخصيات الجمعويه النافذه وكذلك الفن السياسي النافذه وكذلك بعض الاشخاص الجمعويين وكذلك ما يقع داخل تراب الجماعه من ترامي على املاك الغير بمافيات العقار، معروفين بمافيات العقار وبتصوير الاشهادات ومن غير ذلك، وهادشي غادي ياكدوا على اللسان ديالو. بوشعيب اليوم كما كنقولوا بغا يفرقع الرمانه وبغى السيد الوكيل العام للملك باستئنافيه مراكش انه يتدخل ويفتح تحقيق معاه هو شخصيا من طرف او اسناد الملف ديالو او التحقيق ديالو للفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه المعروفه بالنزاهه ديالها ومعروفه بمحاضر اللي كتكون بالادله وبكل ما كيخولوا القانون بطبيعه الحال. متابعينا بوشعيب ما غاديش نطول معكم، غادي نخليوه هو يتحدث اش واقع في حربيل. هادشي اللي قال هو بوشعيب واللي شفناه في بعض الوثائق اللي وراهم لينا فهم خطير وخطير بزاف. سي بوشعيب مرحبا بك. سي بوشعيب وثائق كنا بغينا ناخذهم من عندك ولكن انت قلتي لا، غنبقاو عندي الحوزه ديالي الى حين انه نعطيهم السيد الوكيل العام بحكم انه قلتي السيد الوكيل العام مدينه مراكش معروف بالصرامه ديالو وبالنزاهه وكيحارب مافيات العقار وكل ما علاقه بمافيات العقار. جيد، تحدث لنا سي بوشعيب. بان المنطقه ديال حربيل تنصور يعني غنيه بالفساد، لان يعني مجموعه ديال المفسدين اللي تم الضبط ديالهم منهم من تم الضبط ديالهم عن طريق رئاسه النيابه العامه اللي كانت عليها الفضل الكبير في هذا المجال اللي تدخلات وقامت بضبط هذه الحالات هذو في المنطقه، وان مجموعه ديال العناصر ديال مافيا العقار وكاين حتى الحومات ديالهم من المنطقه اللي هاد الناس هادو ساكتين على هاد الناس هادو، لان هاد الناس ولاو اصبحوا الان كيتراماو على الاراضي ديال الناس، اصبحوا كيتراماو على الملك ديال الدوله، الاراضي السلاليه اللي ما عندهم بها حتى علاقه، هاد الناس كيتراماو عليها وكيشدوا الاراضي السلاليه، كيبيعوا ويشتروا في الاراضي ديال الدوله، يعني الدوله حتى هذيك اللجنه النيابيه اللي كاينه تما ديال التراب ديال حربيل تنصور خاصها توضع شكايات ضد هاد الاشخاص هادو، هاد الناس ما بقاش الغرض ديالهم كل شخص انه دافع على المصلحه العامه او لا دافع على المال العام او لا دافع ولا حارب الخروقات بالمنطقه كيتسداو له، باش كيتسداو له باش يخلقوا له ملف قضائي باش يزجوا به السجن، اما كيخلقوا له شهود زور كيشريوهم بالفلوس وسبقات هاد الحادثه بميكس في بركو اللي هي انانيت، وقاموا بجمع مجموعه ديال الشهود زور اللي عرضوا عليهم مبالغ ماليه، ومشاو كاين الناس اللي عندهم الضمير ديالهم عرضوا عليهم مبالغ ماليه ورفضوا ومضاو ليها اشهادات، ووجهت شكايه النيابه العامه اللي حتى الان باقي ما توصل حتى شي جديد في هذا المجال هذا. دوك الناس اللي مشاو كيجمعوا شهود زور وبغاو يعرضوا عليهم مبالغ ماليه والشهود ليغاليزاو اشهادات بان هاد الناس راه جاو عندنا وعرضوا علينا الشهود، عرضوا لينا باش نشهدوا شهاد الزور ضدك انت بالتفاصيل ديالها وبالحيثيات ديالها، ومستعدين يديو بهاد الشهاده امام هاد الناس هاد المافيا العقار. دابا حاليا ولاو انهم تدلعوا في المنطقه ولاو كيستغلوا مجموعه ديال المسؤولين بالتراب ديال المنطقه، وهاد الناس يعني راه معروفين، راه ولاو كيقول لك هاد الناس هادو ولاو بايصيفطوا اي شخص انه تصدى او لا المال تصدى ولا وقف في جانب المال العام باش ما يتنهبش بالمنطقه او لا مجموعه ديال الحوايج، ولاو كيتصدوا له بهاد الفبركه ديال الملفات القضائيه باش يزجوا به بالسجن. هاد الناس هادو خاص انا كنطلب من السيد الوكيل العام باش انه يامر الفرقه الوطنيه للامن الوطني باش يستمعوا لي في الملف، وانا مستعد نثبت لهم هاد الحالات كاملين، لا الحالات ديال كيفاش كيجمعوا الشهود زور، لا الحالات كيفاش انهم كيتصداو الناس اللي كيحاربوا الخروقات اللي ممنوعه وكيحاربوا غدر المال العام وكيحاربوا غدر مصالح ديال الجماعه وكيحاربوا مجموعه ديال الحوايج، هاد الناس ولاو كيتصداو ليهم. انا اللي كنطلب الملتمس ديالي كنطلب من السيد الوكيل العام الله يطولو في العمر ديالو الله يجزيه بخير، اللي معروف عليه بالنزاهه ومعروف عليه بانه كيوقف في هذه المسائل هذه، انه يعطي الامر ديالو للفرقه الوطنيه باش تستمع ليا في محضر رسمي، وانا كنتحمل كامل المسؤوليه ديالي وغندلي لكم بالوثائق التامه بهاد المافيا ديال العقار والعناصر ديالها والحومات ديالها وغتوصلوا ليهم. السي بوشعيب على ذكر
انه كاين مافيا العقار وكاين تلفيق تهام وكانوا بغاو ينفقوا حتى تهمه بينتي لنا اشهادات ما عرفتش شي اشهادات شحال من اشهاد هنا كاين ما يزيد على 12 اشهاد 12 اشهاد كلهم كيقولوا بانه كاين واحد مسؤول حاليا بجماعه تمنصورت ومسؤول اخر كاين باحدى الملحقات بجماعه مراكش وكاين اعوان السلطه بانهم كيقولوك بانه راه عرضوا عليهم قالوا لهم نفكوا لكم المشاكل ديالكم وكاين اللي كيقول له بانه غنوقفوا معاك وغير بزاف الامور كاين هنا في الاشهادات سيفطوا فلان بوش عارف فلان فلان سيفطوه للحبس هي كاين هذا الشيء تزامن مع الانتخابات وبزاف الامور يعني السر انك كيفاش تقال كيفاش تجي الاشهادات وكيفاش هاد الناس بغاو يسيفطوك للحبس وكيفاش وكاين اللي قدم شي كيو ولكن عاطيك هنا اشهاد كاين الناس اللي قدموا كاين الناس اللي جاوا وصرحوا بان مجموعه ديال الشكايات كيقولوا بان هذا السيد هذا الشكايات ديالهم وهما شاهدين ليا بانهم راه تم الدفع ديالهم من اشخاص مهمين بالمنطقه ونافذين بالمنطقه باش انهم يفبركوا لي مشكل ويصدروا لي الحبس انا فهمتيني يعني هاد الناس هادو خاصهم يتصداو ليهم انا ما عنديش المشكل تصيفطوني الحبس ولكن انا المال العام ولكن اراضي اللي نهبتوا لعباد الله ولكن مجموعه شحال قلت لكم انتم تزوروا شحال قلت لكم انتم يعني تضربوا على الملك ديال عباد الله هاد الناس هادو ولاو كيقول لك هما يعني عندهم عناصر اللي كتحميهم هذوك العناصر اللي كتحميهم كاينين باش نوصلوا لهم كاين الطرق باش نوصلوا لهم عندي الصيغه باش نوريهم لكم انا باش نوصلوا لهم ولكن كنتحمل كامل المسؤوليه ديالي وراه راسلت مجموعه ديال الجهات في هذا المجال راه السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه راسلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مجلس النواب راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان راسلت السيد الوكيل العام لحكام النقد راسلت كذلك السيد الوكيل العام لحكام النقد راه مؤخرا راسلته وطلبت منه المؤازرة باش نوصلوا لهاد المافيا عراسات المافيا العقار والحومات ديالهم وكذلك لحد الآن راه مازال ما توصلت حتى شي جهة اللي باش تسامح ليا في محضر رسمي باش نضبطوا هاد الحالات هادو بالمنطقة هادشي الفساد راه ما كيبغي غير الله ولا العالم قلتي المافيا ديال العقار وخطابات صاحب الجلاله واضحه بان اجل اننا نحاربوا مافيا العقار لانه كتخلق مشكل كبير في المجتمع الناس كتكون عندهم ارض ديالهم كيدير لهم واحد اخر والناس كيكون عندهم ارض ديالهم كيتوفى المالك وكيبقاو ولادو ما عارفين والو ولا راه هما نيت عارفين مساكن ولكن كيجيو اشخاص نافذين كيقولوا حنا راه غنصيفطكم الحبس غنديروا غنفعل غنترك كيولوا مساكن كيتراجعوا هذا مشكل في المجتمع نتايا عندك واحد جوج اراضي معروفين وحده في تمنصورت وحده في جامعه اخرى سويله سويله شحال المساحه ديال الارض في سويله تقريبا تقدر بواحد 4000 متر 4600 متر وتمشات لمواليها 4600 هكتار اللي كيقول 4600 هكتار اللي كيقول المدينه كلها مشات اذا من واحد 65 غادي تلقاوها كتهز البقع السكنيه ولكن هذا الشيء كاين مواليها وانت شاهد على هذا الشيء وكاين ارض اخرى عاوتاني كثار ولا تقل من كثار في ثمن صوت مع المدخل ديال جامعه تمنصور راه في كثار مولاها مرض بمرض القلب بسبب انه داو لي ارض وكاين عنده شهود وكل شيء نتايا كيفاش تفضحتي هذا الشيء وكيفاش عرفتي هذا الشيء انا من الناس نهار كنت باغا تجي يدوزوا النهار الاولاني في المحكمه عرضوا عليا مبلغ مهم باش انني ندلي لهم شهادة الزور وباش انني نخرج ونضلل الراي العام بخرجه اعلاميه انا بحكم كنت فاعل جمعوي باش نخرج نضلل الراي العام على ديك الارض لانها طاحت الراي العام ديال القبيله كامله لانها معروفه ديك الارض ديال من هذيك الارض جابوا هاد الناس شهود اللي ما عندهم علاقه بالارض وماشي ولاد الارض السلاليه كاين اللي جاي من اي تورير وجاي شاهد لينا حنا في الارض ديال الحربين اللي هي سلاليه كيقول بان حقا هاد الارض السيد داري ليها وهاد الناس هاد السيد الاخر اللي عنده الارض ديالو كاين الناس اللي شاهدين له عندهم 90 سنه 80 سنه ولاد الارض السلاليه ولاد المنطقه كيقولوا بان هاد الارض ديال فلان وباعها فلان وعنده الوثائق ديالو واللي كثر من هذا خمر الارض كان دفع البلان في الجماعه وعنده البلان ديالو وعنده كلشي ورئيس الجماعه اللي كان وتسلم البلان وكلشي شهد معاه لصالحه ولحد الان هادوك الناس كيدوروا في ديك الارض وكيدوروا مازال وكيقول لك حنا راه بيدنا كل شيء حنا راه سيرتو اللي بغينا الحبس ونخليو اللي كيدور علينا كذا يعني هاد الناس هادو يعني حنا كنتسناو دابا التعليمات ديال السيد الوكيل العام والتعليمات ديال صاحب الجلاله هاد الناس هذا عندنا الثقه في القضاء هو سيدنا الله ينصرو دابا حاليا سمعت انك كتعرض لتهديدات من الحكم انا خبرتي واحد الموت خبرتي
ما بقيتيش كتجي تخرج اعلاميا، ما بقيتيش كتوقف على بزاف ديال الامور. سمعنا انك تعرض للتهديدات، وهذا الشيء راه تعرضتي ليه في ايام الانتخابات، ايام الانتخابات تعرضتي وبغاو مشاو الناس داروا شكايات كيديه وهذا، وهذا الشيء ما كاين في اشهادات كيقول لنا انه صيفطونا فلان فلان باش نحبسوا على الانتخابات. الانتخابات كاين اشهادات كتثبتها هي كنايا، كاين اشهادات كتثبت بانه هذه الناس عرضوا عليهم مبالغ، اما كاين اللي عرضوا عليه 2 مليون، كاين اللي عرضوا عليه باش انه يمشي يحط بها شكايه. هذا الشيء راه مباشره بعد انتخابات، وهذا الشيء خرجتي به براءة. هذا الشيء كاين بعض كاين الملفات اللي راجعوا امام القضاء وبدات المحكمه فيهم براءة لا ابتدائيا ولا استئنافيا، واللي اكثر من هذا الشيء حتى الجهه اللي استمعت الباقي المشتكين وضعت شكايه كيديه بدات فيها المحكمه ابتدائيا واستئنافيا، ومن المفروض هذه الجهه خاصها تكون محايده. ولاكثر من هذا انه مؤخرا تم فبركه الملف على اساس الدوائر المحرره الرسميه لهذا الملف، جابوا فيه خبره مزوره، وانا اتحمل كامل مسؤوليتي امام العداله وامام الدوله وامام المجتمع بان تلك الخبره قد تعرضت للتزوير. هاد الناس هادو الغرض ديالهم هما انهم يزجوا بها السجن، ولكن هاد الشيء راه الحق يعلى ولا يعلى عليه مصداقا لقوله تعالى وما خلقت السماوات والارض وما بينهم الا بالحق. جيد، مش عيب غتستمر في هادشي ولا غتوقف هادشي يحدوه ليك هاد الناس ولا غتستمر؟ لا السيد، انا عندي الثقه في القضاء وعندي الثقه في الله سبحانه وتعالى وفي السيد الوكيل العام محكمه الاستئناف في مراكش، لانه هو دائما كيحارب الفساد والمفسدين وكيحارب اي واحد كيتصدى كيمشي للمال العام. والسيد الوكيل العام راه عنده سمعه الحمد لله على التراب ديال مراكش، ومش عيب انه غتبقى غتمشي تخلف ملفات اخرين تجبدهم وغادي تبحث في ملفات اخرين. عاوتاني انا سمعنا المنطقه ديال الحربيله هامره بزاف ديال المشاكل، وخصوصا الترامي ديال على الاراضي ديال الناس، خصوصا كذلك اشهادات اللي ديال الزور بزاف كاينين. هاد الناس هادو غيضبط عن طريق، كاين الطريقه باش يضبطوا هادو كاملين. انا الطريقه مستعد نحطها امام الفرقه الوطنيه وراه غيوصلوا لهاد العمل. انت تشبت بالفرقه الوطنيه؟ انا تشبت بالفرقه الوطنيه، الامن الوطني هادوك الناس نزيهين بزاف، وهذوك الناس ديجا انني حطيت شي كيدير اختلاس ديال المال العام واستمعوا لي فيها، وكان ديالهم نازي، وهذوك الناس كانوا نافذين، وما هذوك الناس ما داروش معاهم ليه، هذوك الناس كانوا نازيين. هذا الشيء اللي كانوا كنثق في الوكيل العام وكنثق في هذا الشيء اللي بغيت نستمعوا ليه، وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي. انا كنعرف شنو نقول، كنتحمل المسؤوليه. شكرا سي مشعب متابعينا. والوثائق هما راه موجودين عندي باش ندير وثائق العداله بكل شيء، وثائق ليغاليزي، والناس راه غيديروا البحث ديالهم وغيوصلوا للحقيقه واقعية. جيد بوشعيب، الرسالة ديالك الوكيل العام واضحة ومازال كتشبت بها، هو انك السيد الوكيل العام يفتح تحقيق في هذا التصريح ديالك للوصول الى عناصر مافيا العقار والحومات ديالهم كذلك، لان الناس متضلعين في المنطقة وكيقولوا بان هذو الناس كتحميهم. هنا حنا بغينا نوصلوا لهاد الناس اللي كيحميهم، وبغينا ضد العناصر المافيا العقار بانت هما يتشدوا. شكرا لك بوشعيب متابعينا، كما شفتوا معنا هي رساله واضحه للمسؤولين، وكذلك رساله واضحه للضمائر الحيه، ورساله واضحه للناس خصهم يعرفوا بان شهاده الزور فهي غير مقبوله عند الله سبحانه وتعالى وغير مقبوله عند المجتمع، وواجب على الناس انها توعى وتعرف بانه راه شهاده الزور فهي راه شي حاجه اللي الله سبحانه وتعالى كيشدد فيها العقاب ديالو، لانه راه كتخرج على الحياه ديال الانسان، كتخرج على المجتمع ككل، فواجب علينا اننا نكونوا ننتبهوا لهذ الامور هذه. فالمال ليس هو كل شيء، فننتبهوا لهذ القضيه، وكما قال السي بوشعيب ما في العقار خاصها تفضح، وخاصنا نعرفوا شكون اللي كيدير عباد الله الاراضي ديالهم. وهذا الشيء راه ولا الحمد لله دابا القضاء عندنا الحمد لله باستقلاليه، عندنا ساعه في القضاء الحمد لله. نتمناو باذن الله السي الوكيل العام لمدينه مراكش اللي كما كيقول بوشعيب معروف بالنزاهه والاستقامه، انه استجب للطلب ديالو، في انتظار اننا نسمعوا الجديد مع السي بوشعيب، وحنا غنتبعوا كذلك كل الكبيره والصغيره في هذا الموضوع هذا، لانه هو موضوع مهم للتوعيه وفي نفس الوقت لمحاربه الفساد. شكرا لكم متابعينا، الى اللقاء.